تحفظ الكثيرون على مواقع التواصل على طريقة إلقاء الشاعر حيدر العبدالله لقصيدة أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عند زيارته محافظة الأحساء. الزميل خالد مدخلي ألقى القصيدة بأسلوبه في جلسة مع أصدقاء، وتم تداول المقطع الصوتي له بشكل كبير على مواقع التواصل. وطن دون حوضه نتفانى، وعن العيش فيه لا نتوانى. رب حي عليه ظل شهيدا في هواه، ويومه ما حانا. وطن دون حوضه نتفانى، وعن العيش فيه لا نتوانى. رب حي عليه صار شهيدا في هواه، ويومه ما حانا.